بدك تفهموا انه احنا في سنة 2000 طلعنا منها، من 2000 لل 2009 كانت المنطقة هذه ممنوعة. بعد في 2009 جينا هنا زي ما قلت لك، كنا ملتمسين، دخلونا بواسطة المحكمة هذه في 2009، كنا ملتمسين 20 عيلة، فرجعنا 4 عيلة لأن المنطقة محصورة 20 دولار، كمان لا في خيام ولا في مغر، هذا مغر بسيط يعني في 3 مغر 4 مغر بس، ومنعونا قالوا ممنوع تبنوا خيام، ممنوع تبنوا عرش. احنا لما سكننا ليش منعوكم؟ قالوا ممنوع، قالوا سكنوا في المغر الموجودات وبس، امروا لهم سير قديم بني ممنوع تعرشوها، يقول لك ممنوع بدكم تعيشوا هيك على اساس ما نسمنش عشان ما نثبتش. بعدها باسبوعين اجتنا الاداره وصوروا الخيام كلها والعرش المغطي، وكل واحد يعطوها اختار بالهدف. وبعدها صار المستوطنين كمان يضايقونا، ممنوع تطلعوا من الخيام فوق، انتوا لكم بس 20 دونم هان، ومن لو تحت يقولون هذه منطقة اطلاق نار. فظلينا نعاني هذه طول مدة العام الماضي، لما جاء موسم وقت الصيف صارت الحاجة إلى المية أكثر، فساعدونا تبعين السلام جابوا لنا شفاطة مي، وقعدنا التمست لنا قمر سمحوا لنا بالبيار اللي داخل المناطق الممنوعة في توامين في أم العرايس. بلشنا في الصيف ننقل مي على التراكترات، كنا لما نروح نشفط مي يجوا المستوطنين يعملوا لنا مشكلة، يحبونا نقل نقلتين ويطردونا الجيش، نشفط تاريخ تنكين ثلاثة يعودوا يطردونا، شوف اللي كافينا المي. آخر شيء في شهر 8 كمان عملوا لنا مشكلة على فم العرايس وطردونا، بعدين اجوا المستوطنين على الخيام تبعاتنا حاولوا يؤذوا النسوان ويؤذوا الصغار هنا، لما عاود الجيش في الاخر لما تركهم توصل الخيام بعدين عاود اجى شمال كله طردها، واجى المستوطنين كانوا بدهم يكبوا المي، واحد تقطع بالسكين عجال التانك وعجال التراكتر وعجال التانك كمان. ايوه بعد ما ضرب ضرب هذول شالت وما لحقوا الجيش. طيب هم شايفين قلت للجيش؟ قلت لهم شايفين، وكانوا يشوفوا طلعوا عليه فاض على سوسي، حتى واحد من شمال كفول بقول له ليش ما لحقتوا؟ قال انا ليش ما بلحقوش؟ قلت له انا لو عملت المشكله هذه بتخليني اروح؟ قال اذا بتعملها زيه بتشرد بقوسك يعني بطخ.